واحد بيقول أرجو التكرم بتوضيح معنى فتيلة مدخنة لا يطفئ. يعني مهما كان الإنسان ضعيف ربنا بيديله فرصة ربما يتصلح بعد شوية، زي ما تكون فتيلة مدخنة يمكن يجيلها شوية ريح أو شوية هواء تشعلل شوية، فصاحبها ما بيطفئهاش، بيترك ليها رجاء انها جايز تتصلح فيما بعد. دي قيلت عن السيد المسيح انه كان ما بيقطعش رجاء اي انسان مهما كان ضعيف.